انتم عارفين ان الله خلق 5 انواع من الحياة، ودي مراحل بنمر بيها في حياتنا الدنيوية، وكلنا هنلف ونمر بيها. وتعالى اسمع معايا وخد بالك واتعظ منهم كويس. واول حياة بنمر بيها هي حياة 3 ظلمات، وهي الرحم، وبتكون من 7 ل9 شهور، وممكن تكون قليل او اكتر شوي. والحياة التانية هي حياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ومدتها ممكن تكون 60 أو 70 أو ممكن أكتر أو أقل شوية. أما بقى الحياة التالتة فهي حياة البرزخ، وهي المرحلة اللي بين الدنيا والآخرة، وبدايتها من دخول القبر، وهي بتكون أطول شوية من حياة الدنيا. والحياة الرابعة هي أطول من حياة البرزخ، واليوم فيه بيكون بمقدار 50,000 سنة، وفي مننا اللي بيختصروا بيعدي عليه بمقدار زي ما بين الظهر والعصر، وكل واحد على حسب عمله، وبيكون على المؤمن يسير وعلى الكافر عسير. أما الحياة الأخيرة والخمسة هي بتكون الجنة أو النار، ومدتها لا نهاية، وفي مننا اللي بينتقل بين أنواع الحياة بالترتيب، ومننا من يختصر، في مننا اللي بينتقل من الحياة الأولى للأخيرة، وفي غيرنا من الحياة التالتة برضو للأخيرة، ودول اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب. والموضوع من النهاية هي محطات لقاء وفراق، وكل حسب اختيار. وخدوا بالكم من العواطف اللي بتربطنا بأحبتنا، خلقت في محطة الحياة وبس، وهي مجرد مسألة وقت وبس. فاللهم نسألك حسن العمل وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى في الجنة يا رب العالمين. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.